بتحداكم تلاقوا محل بالعالم اكثر اكتظاظ من باب العمود والاقصى. هذا هو شهر القران ونذكركم بالعشر الاواخر. ليلة القدر، فيقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Oh, my God.
تفضلوا الصبايا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
حبيبنا محمد طلع امر من ربنا يطلع من بيتها يذكر الناس ليش القدر. هلا بالغالي جامس Thank you.
بالحظ دخان. Thank you.
تحت حالك والله ماشي صحيح يعني في هون واحد قدام شوي يا مصعب المكان الأكثر اكتظاظاً بالعالم بالكورونا باب العمود والأقصى الله أكبر ولله الحمد